مساء الخير مرة تانية وأهلا بيكم في بداية تقديمي للقاءات طعم البيوت وفقراته. هديكم فكرة سريعة عن موضوع لقائي. أنا بتكلم عن المؤتمر الدولي للصحة والسكان في نسخته الثانية والذي بدأ بالأمس في العاصمة الإدارية، وهنتكلم عن محاور المؤتمر، عن أهداف المؤتمر المرجو تحقيقها. بنتكلم على شعار المؤتمر نفسه، هو مستحدث، احنا بنتكلم على شعار بعنوان التنمية البشرية لمستقبل آمن والمستقبل مستدام، يعني بنتكلم على بناء الإنسان كجزء لا يتجزأ، ووعي الإنسان وضرورة إيقاظ هذا الوعي وتنميته كجزء لا يتجزأ من القضية ومن ملف القضية السكانية. بنتكلم عن تفاصيل المؤتمر. مؤتمر له أهمية كبيرة جدا لأنه حدث دولي بتشارك فيه دول كثيرة، هو أيضا تحت رعايته بحضور رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي ومجموعة من الوزراء والقيادات، قيادات الدولة، مؤسسات الدولة بتشارك فيه. حتى على هامش المؤتمر هناك لقاءات وتفاصيل مهمة جدا ومواضيع تم مناقشتها، كل ده من خلال إن شاء الله لقائي هنناقش مع حضراتكم. دلوقتي عندي تقرير عن حقوق الإنسان ودور المجتمع المدني في إنفاذ وإنقاذ حقوق الإنسان، وعن المؤتمر الدولي للصحة والسكان الذي بدأ بالأمس في العاصمة الإدارية تحت رعاية وبحضور السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في موضوع مستحدث هذا العام مهم جدا، وهو التنمية البشرية، تنمية الإنسان والاهتمام ببناء الإنسان المصري. لو عايزين نحل القضية السكانية اللي بنتكلم فيها بقالنا 60 سنة، لو عايزين ان احنا نلاقي حلول على أرض الواقع وتقدم فيها، إحراز تقدم فيها، لازم نهتم بالوعي، وعي الإنسان، لأنه هو جزء من هذه المشكلة، جزء رئيسي، هو البطل يمكن فيها. أنا معايا كضيفة الدكتورة غادة حلمي، مدير تحرير دورية دراسات في حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات. يعني التايتل لوحده يعني قصة. أهلا بيك الأول. أهلا بحضرتك أستاذ معايا. التايتل لوحده ممكن يعني نخلص الحلقة فيه، بس في النهاية احنا بنتكلم على حقوق الإنسان، والمؤتمر بيتكلم كجزء يعني مهم جدا منه في هذا العام، بيتكلم عن بناء الإنسان، بيهتم بالإنسان في مختلف مناحي بقى الحياة، التعليمية، تمكينه اقتصاديا، من ناحية الصحية، الوعي، وعي الإنسان، لأن لو هنتكلم على المشكلة السكانية يعني لازم نهتم بالوعي الأول لو عايزين نشوف حل ليها. خلينا طيب نبدأ الأول قبل ما ندخل في الموضوع المهم اللي ممكن ياخد الحلقة كلها، دلالة حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزراء، عدة وزراء لهذا المؤتمر. يعني أنا بحيي حضرتك طبعا على هذه التقديمة الرائعة، طبعا كعادة حضرتك يعني. شكرا. هو طبعا المؤتمر ليه أهمية كبيرة جدا، مش هنتكلم على المستوى الوطني أو المستوى المصري، لا، على المستوى الإقليمي والدولي كمان. هو مؤتمر دولي له ثقل كبير جدا، متوقع أن يطلع منه توصيات هيلة. بالنسبة لحضور فخامة الرئيس ورعايته لهذا المؤتمر تحديدا في نسخته الثانية، لأن كان فيه قبل كده مؤتمر الأول واللي طلع منه توصيات هيلة قوي، ومن ضمن توصياته هو انعقاد هذه النسخة الثانية وإدراج التنمية المستدامة فيه. يمكن دوت مش جديد على القيادة السياسية وحضور الرئيس لهذا المؤتمر ورعايته ليه، اللي يمكن دايما بيتحدث عن بناء الإنسان. وكمان لو حضرتك أخذتي وكلام حضرتك كمان يمكن حضرتك أدركتي هذه النقطة تحديدا، وهي المبادرة الخاصة ببناء الإنسان، لأنها موجودة معانا دائما. ما نتحدث عن جودة الحياة الكريمة للإنسان المصري، وده اللي الرئيس بيتبناه حتى في كل خطاباته، في كل لقاءات الخاصة بسيادته بيتحدث عن هذه النقطة. يمكن حرصه الشديد على وجوده في الجلسة الافتتاحية ورعاية سيادته لهذا المؤتمر الدولي الهام، وليس فقط هو مؤتمر مصري، لا، احنا شايفين كمان في دول كتير قوي مشاركة فيه، في منظمات دولية أممية مشاركة فيه. يعني كمان وجود المؤتمر على مدار من 21 لغاية 25 اكتوبر، ده دلالة كبيرة جدا ان هيطلع منه في جلسات كثيرة، في نتائج، ايضا متوقع على ان احنا نطلع بنتائج مختلفة وتوصيات. نتائج
تغطيات لا متوقع دوت قابله للتنفيذ، لان خلي بال حضرتك اللي شفناه من التجربه الاولى والمؤتمر الاول ان هناك التوصيات اللي تم ادراجها وتم الخروج بها هي فعلا كانت قابله للتنفيذ وتم تنفيذ فعلا كثير منها. واعتقد ايضا هذا المؤتمر بكل محاوره، المحاور الكثيره ليس فقط على مستوى الصحه، يعني هنا قربت ما بين الصحه والسكان والتنميه السكانيه وكمان ايضا التنميه المستدامه زي ما حضرتك اشرتي، وايضا يمكن ده اللي قالهن شعار المؤتمر. ومن الشركاء المتواجدين بهذا المؤتمر هنطلع منه بتوصيات هيله قابله للتنفيذ ليس فقط على المستوى المصري ولكن على العرب الاقليمي بشكل عام والدولي ايضا. هو في الحقيقه دكتوره غاده يعني انا احترمت جدا ان الموضوع المره دي او السنه دي ماخوذ بصوره موضوعيه واقعيه. احنا اللي بنتكلم على المشكله السكانيه، طب ما احنا بنقول احنا اعلاميا اتكلمنا عنها، في الدراما اتكلمنا عنها، على مستوى الدوله، الدوله مهتمه بيها منذ سنوات، يعني انا ذكرت حتى 60 سنه يعني بنتكلم عنها. لكن الجديد السنه دي ان احنا ربطناها بوعي الانسان، لان هو الانسان بيلعب هنا دور رئيسي. هو يعني لو المواطن المصري ما اقتنعش ان الموضوع ده موضوع وطني قومي، دي مشكله قوميه، هو مش قرار شخصي ان انا انجب ما دام انا قادر او يعني انا عايز عزوه، لا، هو الموضوع بقى بيمثل ضرر على غيري، على بلدي وعلى أفراد طبعاً. آخرين يعني خاصة في ظل وجود زي ما حضرتك أشرتي القضية السكانية لها أبعاد كثيرة. عندما نتحدث عن القضية السكانية نتحدث عن محاور كثيرة وعلى رأسها الصحة. محتاجين وعي، وده يمكن اللي فعلا الدولة اهتمت بيه على مدار 60 عام اللي فاتوا، سواء كان إعلانات، يعني لو حضرتك تتذكري إعلانات القديمة ويمكن كتير مننا ياخد باله منها أن الدولة فعلا مهتمة بالقضية السكانية وفي استراتيجيات فعلا تم وضعها. ولكن نتحدث حاليا عن هذه القضية وعن قطاع الصحة على وجه التحديد وربطه بالتنمية المستدامة 2030، الرؤية المصرية رؤية مصر 2030، وده الجديد كمان من خلال عرض المبادرات اللي تم إطلاقها مؤخرا بداية من 2016. عندنا مبادرات رئاسية هيلة، سواء كانت على مستوى الصحة عندنا مبادرة 100 مليون صحة. 100 مليون صحة ريك، بصي على أهدافها وكمان الأرقام اللي حققتها، ايه الجمال ده؟ احنا فعلا وصلنا لحاجه في حته تانية، لدرجه ان حضرتك لو تابعنا الجلسات امس ان كان في اشاده من منظمه الصحه العالميه بالدور المصري في مواجهه كثير من الامراض وخاصه المبادرات الرئاسيه. وعايزين نتكلم برضو على مرض الملاريا، مصر خاليه من مرض الملاريا فيروس سي. نتحدث ايضا عن ان مصر اخذت كمان يعني اخذت جوائز كثير واخذت اشادات عالميه في موضوع السمنه، لان على فكره هو مرض مش بسيط. احنا لو يعني احنا لو اتكلمنا لو نظرنا الموضوع بعمق شويه، انا ما اقدرش اتكلم عن انتاج وتنميه من غير ما اتكلم الاول على ان صحه المواطن تبقى كويسه. طب هينتج ازاي ويشتغل ازاي والشباب يشتغل ازاي وينتج يبقى شاب منتج ازاي، الا لو انا اتكلمت على الوعي. أيوة، على التعليم، الوعي اللي حضرتك تحدثتي عنه في البدايه، وده مهم جدا، وده يمكن دور الاعلام ليه دور مهم في ده، وكمان التعليم. يعني عندما نتحدث عن القضيه السكانيه هل التعليم له دور؟ التعليم له دور وله محور رئيسي من خلال المناهج الدراسيه نفسها اللي موجوده. ايه مخاطر القضيه السكانيه؟ ايه مخاطر الانفجار السكاني؟ وهنشوف ايه النماذج الاخرى اللي حصل فعلا عندهم، زياده معدلات الوفيات الخاصه بالمواليد والامهات. نيجي بقى على الجانب الاخر، الان مصر دلوقتي لما بنيجي بنتكلم في اشادات عالميه من منظمات متخصصه زي منظمه الصحه العالميه، لما يجي مدير منظمه الصحه العالميه ويقول ان مصر اصبحت في وضع جيد جدا، ان هي بقى عندها يعني في تخفيض، يعني دلوقتي معدلات وفيات الامهات والمواليد قلت بشكل كبير جدا وبشكل ملحوظ. ده احنا بنتكلم عن مؤشرات حديث الولاده. حديث الولاده يعني لما انا بقول في المقدمه الاهتمام بالانسان على مراحل عمره المختلفه. أيوة. منذ الطفوله، لان في امراض صحيه لازم تكتشف وراثية، لازم تكتشف منذ الولادة، فحتى الجزء ده في يعني ادراك بيه، وبنحاول ان احنا ندرك او نخلي الناس كمان مدركين بيه، الدوله تخلي الناس مدركه بيه. يعني حضرتك فعلا في جزئيه مهمه جدا، ودي احدى المبادرات يمكن كمان الرئاسيه مش عايزين ننساها، مش بس ساعه الولاده، لا، ده احنا كمان مرحله التعليم الاساسي في مبادره من خلال وزاره الصحه ووزاره التربيه والتعليم، وهو الكشف المبكر عن امراض السمنه والتقزم. الحاجات المبادره دي يمكن لاقت قبول هايل جدا وكل استفاد منها.
منها. قدرنا نعرف لو في مشكله صحيه خلال المراحل الدراسيه، يعني عايزه اقول لحضرتك هنتكلم من التعليم الاساسي، المرحله الابتدائيه، اما يبقى في متابعه وفي مبادره رئاسيه خاصه بده، يبقى احنا بنتكلم عن بناء الانسان، بنتكلم عن البدايه الصحه. يعني شوفي حضرتك هذه الامراض، يعني حتى الدوله لم تتوانى غير ان هي كمان تفكر وتتذكر بصحه الانسان وصحه الطفل. يعني صحه اطفالنا مهمه جدا، خاصه في ظل وجود الامراض المزمنه كمان، مش بس التقزم والسمنه، لان الكشف المبكر عنها في البدايات بيبقى حتى علاجه بعد كده بيكون سهل. ايوه التعليم، لو هنتكلم عن التعليم احنا عندنا تفاصيل كثيره جدا في التعليم، منها التسرب من التعليم مثلا. ما دي مرتبطه، التسرب من التعليم هو له علاقه مباشره بالقضيه السكانيه. عايزه اقول لحضرتك ان دائما عندما نتحدث عن القضيه السكانيه بجوانبها الكثيره جدا، لان القضيه السكانيه بتعالج والدوله قايمه عليها من فتره كبيره، ولكن هل التسرب من التعليم له دور؟ طبعا له دور كبير جدا في القضيه، في تازم او في تفاقم هذه القضيه. بيبقى في جهل، في اميه، في طبعا زياده بعد كده هيبقى الام جاهله، الاب جاهل، هنا زياده نسبه الاميه بتزيد معاها كثره الانجاب وكثره الاعباء. يعني خلي بال حضرتك دايما زياده الانجاب او الكثره في عدد الاولاد ده بيزود الاعباء كمان، هو مش هيقدر يتحمل نفقات المعيشه. يعني يكفي ان احنا بنتكلم عن مبادرات كتير قوي، وفعلا قدروا كتير يستفيدوا منها، في نماذج كمان هايله قدروا يشتغلوا عليها في القضيه السكانيه، عندما كمان بيتم ربطها بالصحة، وده اللي عمله هذا المؤتمر وألقى الضوء عليه من خلال جميع القطاعات، ليس فقط قطاع الصحة، ولكن احنا شفنا وأعتقد أن لسه كمان مكملين، وزارة الشباب والرياضة مشاركة كمان في هذا المؤتمر، لأن الشباب لهم دور مهم جدا في قطاع الصحة، خاصة في ظل صحة أفضل، في ظل الرياضة وعلاقتها إيه بالصحة. كمان الفئات سواء كان كمان المرأة بخلاف الشباب والأطفال. يعني بقينا نشوف الرائدات الريفيات، بقينا نشوف المجتمع المدني أصبح دوره مفعل مهم، لأن ده دوره مهم جدا بجانب الدولة، مهم إن هو يبقى أصبحوا شركاء، أصبحوا شركاء في التعامل مع أي قضية مجتمعية. عندما نتحدث عن القضية السكانية فليهم دور مهم جدا. يمكن برضو من إحدى الحاجات اللي احنا شفناها هو تسلم الاستراتيجية، الرئيس تسلم الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالسكان. الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالسكان دي لها محاور كثيرة أيضا، ومن ضمنها أيضا الفئات. دي برضو من الحاجات اللي تحسب لها هذا المؤتمر، وأعتقد أن الفترة الجاية هتكون في قطاعات كتيرة مشاركة في ده، وفي وزارات كتيرة مشاركة ده، وخاصة في ظل وجود مبادرة زي مبادرة بناء إنسان اللي بتتحدث عن بناء الإنسان المصري، وإزاي الاستثمار في البشر، لأن ده أساس التنمية، الاستثمار في الإنسان نفسه سواء كان في جودة الحياة الكريمة. وبرضه هنرجع تاني ونتكلم أن في مبادرات أخرى داخلة فيها زي حياة كريمة. حياة كريمة هي أيضا من المبادرات المهمة جدا، اشتغلت على برضو القضية السكانية، واشتغلت على التنمية المستدامة. هتيجي تبصي حضرتك هتلاقي ان فعلا في جهد مبذول بيتم ابراز هذه الجهود، لان احنا يمكن قلنا في البداية ان هو مؤتمر دولي، مهم جدا نبرز هذه التجارب بتاعتنا ومؤشرات، بنطلع ارقام. وحضرتك قلت جملة مهمة جدا، يعني والدولة من خلال اعلانات، من خلال برامج، من خلال توجيهات إعلامية، لجودة الحياة. أيوة. هو مهم جدا أن الإنسان يبقى عنده وعي، الأب والأم، أنا ولادي دول هيعيشوا إزاي، إيه نوعية الحياة، جودة الحياة إيه، في التعليم، في صحتهم، حتى في الناحية الترفيهية. حقيقة. يعني مش بس هرجع لحضرتك نكمل النقطة دي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بيكم مرة تانية، وبنواصل حوارنا مع الدكتورة غادة حلمي، وكنا بنتكلم عن التوعية بأهمية جودة الحياة ونوعية الحياة اللي ولادي هيعيشوها. يعني عايزة تخطيط، عايزة أنا أحسب أنا هقدر أربي طفل ولا طفلين ولا إيه، يعني برضو دي مهمة والتوعية بيها مؤخرا بقت الحمد لله، يعني إحنا كإعلاميين على الأقل يعني. فإيه رأي حضرتك؟ طبعا جودة الحياة بشكل عام، ما فيش أب وأم غير لما بيحلم إنه هو يحقق لأولاده جودة في الحياة بشكل عام، سواء كان تعليم، سواء كان صحة، سواء كان بيت نظيف. ده بالنسبة لرب الأسرة اللي دايما أو الأب والأم دايما بيسعوا لده. خلينا ناخدها كمان على الجانب الآخر. على الجانب الآخر، الدولة نفسها من خلال المبادرات الكتيرة اللي احنا شفناها في الآونة الأخيرة، وآخر مبادرة الخاصة ببناء
الإنسان اللي يمكن أحد محاورها الرئيسية هو جودة الحياة. وبرضو جودة الحياة دي يعني دايما فخامة الرئيس بيستخدم هذا المصطلح في خطاباته. لما نيجي نبص على جودة الحياة، إزاي قدرت الدولة من خلال الاستراتيجيات الوطنية، وبرضو مش عايزين ننسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لأن أحد محاورها هذا الأمر وهو جودة الحياة. إزاي جودة الحياة؟ جودة الحياة بما يقدم من خدمات، الخدمات الكتير قوي اللي موجودة، على رأسها الصحة. الصحة من المبادرات اللي يمكن اللي احنا شفناها ولاقت رواج، أو لاقت يعني عايز أقول لحضرتك كده، الناس في الأول يقولوا إيه 100 مليون صحة؟ تعالي حضرتك شوفي دلوقتي مين لن يستفيد. مجرد مبادرة فيها تنظير أو على الورق، لكن يعني مع مرور السنوات بدأوا يحسوا لا دي أصلا بدأ الناس هي اللي بتسعى على رغم إن عدد السكان للأسف بيمنعنا من إن احنا نشعر بكم الخدمات أيا كانت، يعني مهما كان عددها كبير وفيها مجهود مبذول كبير، إلا إن عدد السكان بيمنعنا من إحنا نشعر قوي بالموضوع. طيب أطمن حضرتك بالنسبة لهذا التحدي بشكل خاص، إن هذه المبادرات ما دخلتش بس الكرة دي، دخلت النجوع ودخلت كل أماكن، حتى المحافظات الحدود دخلت كل مكان. دايما من إيه يمكن اللي متابع، وبرضو المؤتمر هيبرز دوت في النهاية لأن بيتحدث عن أرقام، مع الزيادة السكانية ولكن لما تيجي حضرتك بنطرح دوت ولا بنشوف النتائج بتاعة هذه المبادرات، لأن في تقييم ومتابعة لهذه المبادرة، عدد المستفيدين قد إيه؟ عدد المستفيدين من المرأة، لأن عندنا في مبادرة خاصة بصحة المرأة. أي. المرأة آخر واحدة بتفكر في صحتها، آخر حاجة تفكر فيها صحتها. لكن يبقى في مبادرة كان في الأول هي عبارات إن أنا ده في النهاردة المبادرة شغالة في مركز الطبي كذا، هي مبادرة مجانية، يعني كل الناس مش مصدقة يعني هي مجانية. إيه مبادرة مجانية؟ هل بجد مبادرة مجانية؟ آه فعلا مبادرة مجانية، اطلعي روحي على المركز الطبي كذا، وتبدأ الجيران يقولوا لبعض، القرايب يقولوا لبعض، الحقوا ده في النهاردة وكشفوا عليا وكذا وادوني علاج مجاني. خليني أقول لحضرتك إن كل هذه المبادرات يعني بتصب في حاجة رئيسية وهي جودة الحياة. الحياة الكريمة. يمكن برضو مش عاوزين نغفل دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللي دخلت في حاجات كتيرة قوي، واشتغلت كمان على البنية التحتية، اشتغلت على وصول المياه إلى الأماكن اللي كانت توصلها مياه نظيفة، الصرف الصحي أيضا من ضمن البنية التحتية، المدارس. لأن البعض الأماكن كانت للأسف المدارس محتاجة إعادة بناء مرة أخرى، وده اللي قامت بيه فعلا حياة كريمة. هي دي كلها تدخل في إطار اللي فعلا لمسنا شغلها على أرض الواقع. حياة كريمة. وشوفي حضرتك الجمال كمان بتاع المباني والشكل بتاع القرى والنجوع اللي يمكن انتوا في تقاريركم كمان بتبرزوا دوت، وده دور يعني حضراتكم برضو بتقوموا بيه هايل جدا، بتنزلوا على أرض الواقع وبتشوفوا فعلا لا فعلا في ناس بتستفيد، في خدمات دي وصلت لكل يعني ما فيش حد مش توصل له هذه المبادرات، مش هيقدر يستفيد. يعني لو هنتكلم على أرض الواقع وحضرتك بتقولي انتوا بتلاحظوا، اكيد تقصدي انتوا كاعلاميين. كاعلاميه ليه بقى؟ عايزه اكمل لحضرتك كاعلاميه من خلال موقعي ده، عايزه اقول لك لو بنقول رياده اعمال احنا والله ما بننظر كم السيدات اللي بيشتغلوا مشاريع صغيره، وعلى فكره دي حاجه مش قليله. ده دول مؤثرين جدا في الاقتصاد. طب. واحنا عارفين وحافظين ان كان في اقتصاد بعض الدول الكبيره جدا دلوقتي اقتصادها قوي جدا، دلوقتي اقتصادها قام ونهض من المشاريع الصغيره. كم السيدات رائدات الاعمال دلوقتي عدد لا ينتهي. انا ما فيش مره قررت ضيفه الله. الله، حاجة مشرفة وحاجة جميلة. يعني حضرتك بتتكلمي عن نموذج حي لكتير قوي من السيدات المصريات، وأعتقد مش من محافظة واحدة، أكيد من محافظات كثيرة. يمكن هم دايما كانوا بيجيبوها نتحدث عن ريادة الأعمال، لا ده احنا عندنا بداية من المشروعات الصغيرة حتى المشروعات الكبرى. يمكن ريادة الأعمال وتصدر المرأة المصرية الجميلة، السيدة المناضلة اللي بتقدر تعمل من الحاجة البسيطة حاجة كبيرة. حضرتك بتطرحي نماذج،
هايله فعلا موجود دوت. رياده الاعمال المراه قدرت تتصدر ده من خلال ده اعتقد ده في ظل التمكين الاقتصادي الخاص بالمراه، يعني مش مستنيه الوظيفه، لا هي بتقوم تعمل ده، بتعمل حتى بجوار الوظيفه. البعض كمان عنده بعض المواهب بيبدا ينمي الموهبه اللي عنده، يبدا يعمل مشروع، تبدا تعمل مشروع. والمشروع شوفي حضرتك بتتحدثي بشكل لطيف جدا ان ما شاء الله من كثره الاعداد الموجوده من السيدات الفضليات اللي قدروا يعملوا مشاريع مؤثره، يعني حلوه جدا الموضوع مؤثره. والله يا دكتوره هم علموا نفسهم، وبعدين كل الفئات العمريه مش شابات بس، وايا كان شهادتهم في بيشتغلوا عندهم وظيفه اساسيه، ورغم كده شوفي الاستفاده من الوقت، يعني لازم يحسسوكي ان قد ايه الوقت ده قيم وهم بيستفيدوا بيه، وان انت عندك تقصير اكيد انت ممكن تستفيدي بوقتك اكتر من كده. هم بيدونا طاقه ايجابيه، واكيد ده كان راي برضو يعني كتير من المشاهدين او المتابعين، طاقه ايجابيه عظيمه يعني. طبعا يعني نموذج هايل زي السيدات الفضليات، اكيد حضرتك بتتكلمي كمان عن اعمار واعمار مختلفه، يمكن خليني اول حاجه انا شفتها بنفسي سيده فاضله جميله، سيده راقيه جدا، طلعت على المعاش بدات تفكر في مشروع انا هعمل ايه بعد المعاش، بدات تعمل فعلا مشروع كويس قوي، حاجات هاند ميد بدات تشتغل فيها وبدا يبقى عندها البراند بتاعها. نماذج كتيره قوي قوي من السيدات المصريات، المراه المصريه هي فعلا موجوده، وموجوده بشكل كبير جدا في رياده الاعمال. عندما نتحدث عن تمكين اقتصادي، لا المراه موجوده، ويمكن ده برضو مش عايزين نغفل ان ده برضو من ضمن محاور المؤتمر، وهو تمكين المراه والتمكين الاقتصادي ورياده الاعمال، يعني احدى المحاور الهامه جدا، وايضا توظيفه كمان في قطاع الصحه، لان احنا شايفين ان في الاستثمار في الصحه داخل بشكل كبير قوي، وداخل في الشراكات الدوليه والشراكات الاقليميه اللي موجوده اللي بيغطيها المؤتمر في محاور كتير وورش عمل، يعني هي مش جلسات فقط، هي ورش عمل. واعتقد ان المجلس القومي للمراه ممثل ايضا في هذه الورش والجلسات، لانه على ارض الواقع بيلعب دور قوي الحقيقه، مجالس حقيقي المجلس القومي للمراه، كل المجتمع المدني اصبح دور فعال. ورغم المؤتمر بدا بالامس، الا ان هو يعني متوقعين انه يخرج بتوصيات مختلفة طبعًا. هذا العام، ولا رأي حضرتك؟ هو لسه يعني طبعًا. احنا في بدايته طبعا، ده اليوم الثاني بالمحاور اللي احنا شايفين، البداية بتقول كده. المحاور اللي ظهر لينا بيتحدث عن محاور كثيرة جدا ومتنوعة جدا في موضوعات كثيرة قوي لها علاقة بالتنمية. التنمية المستدامة محاورها متشعبة، ده اللي احنا منتظرين ان التوصيات هتطلع، وزي ما قلت لحضرتك في البداية ان شاء الله هتكون قابلة للتنفيذ، هتطلع بنتائج هايلة وتوصيات هايلة متنوعة لفئات كثيرة، لقطاعات كثيرة، وعلى رأسها الصحة. وكمان سواء كان للشباب، لتمكين الشباب، لتمكين المرأة، تمكين ذوي الهمم، لان ذوي الهمم كمان من احدى المحاور الهامه، لان واللي مهتمه بيهم الدوله طبعا فعلا طبعا يعني طبعا منذ السنوات. وخليني اقول لحضرتك الصحه، قطاع الصحه فيه ليه موضوعات وله محاور كثيره متنوعه، كافه القطاعات الطبيه ممثله في هذا المؤتمر، وده سواء بقى كانت صحه انجابيه، سواء كانت المستحدث من العلاج الادويه وكل ما تتخيليه ما له علاقه بالطب، حتى الطب الوقائي ايضا ممثل واحدى المحاور الهامه. السياحه العلاجيه برضو لها محور هام جدا، والسياحه العلاجيه يمكن ظهر لنا برضو فيها الشراكات الدوليه. ده على هامش المؤتمر حضرتك بتناقش هذه المواضيع على هامش، يعني رغم انها لما نسمع على هامش المؤتمر يعني ممكن نقول انها مواضيع اقل في الاهميه، لكن لا دي مواضيع وتفاصيل لغايه في الاهميه. والورش كمان، الورش كمان بتطلع بشكل كويس قوي، بتطلع منها يعني شغل الورش برضو بيطلع شغل كويس، او بيطلع توصيات هايله، وبتبقى على راس كمان اولويات المؤتمر في التوصيات، وبخلاف الجلسات يعني على مدار الايام كمان القادمه اعتقد هيطلعوا توصيات هايله جدا، وادينا منتظرينها ان شاء الله. وزي ما توقعنا في النسخه الاولى، النسخه الثانيه هتكون ان شاء الله قابله ايضا للتنفيذ. نقول النسخه الثانيه بتكب يعني بتستكمل بعض التوصيات اللي يعني لم يتم استكمالها، وده طبيعي ان التوصيات دي على المدى البعيد، يعني ده من المواضيع. السكان احنا بنتكلم يعني عن كل حاجه، عن كل الملفات، كل حاجه. لما نقول سكان والقضيه السكانيه احنا بنتكلم على محاور كثيره وتفاصيل كثيره جدا، وهي مجموعه حلقات كلها مرتبطه ببعض،
يعني ما نقدرش نطلع كده ملف قضية السكانية لوحده ونقول ده ملف لوحده. للأسف هو مرتبط ان هو كل اللي حواليه لازم يكون حتى الثقافة بيناقش والدولة مهتمة حقيقي، والثقافة نفسها وزارة الثقافة ممثلة في هذا المؤتمر. الإعلام نفسه له دور مهم جدا، وله سواء كان الدور التوعوي بشكل كبير قوي وإعداد المواد والقطاعات، سواء كان القطاع الطبي والقطاعات الكتير قوي اللي مشاركة، وعلى رأسها طبعا القطاع الطبي. يمكن التكامل والتماثل ما بين محاور المؤتمر، وفي ظل وجود واستحداث التنمية المستدامة في العنوان الرئيسي وفي شعار الخاص بالمؤتمر، في ظل تنمية مستدامة ورؤية مصر 2030، هيستكمل هذا المؤتمر جلساته إن شاء الله بتوفيق ليهم وبكل الجهات المشاركة، سواء كانت الوزارات الممثلة المصرية وأيضا الشركاء الدوليين، سواء كان من منظمة الأمم المتحدة، المنظمات الإقليمية أيضا الممثلة في هذا المؤتمر، وأيضا مبادرة يعني بداية جديدة لبناء الإنسان، ودي أعتقد برضو من المبادرات المهمة جدا أنها تمثل في هذا المؤتمر ومشاركين فيه. يعني ملف القضية السكانية اللي احنا بنتكلم فيه بقالنا 60 سنة، وكل مدى الدولة بتحاول تبتكر في طريقة تناولها لهذه المشكلة، إلا أننا بنلاقي أن أي مشكلة الإنسان لازم يعني هو مشارك فيها وحلها مش هيجي إلا بقرار فردي من الإنسان أو الفرد في المجتمع، بنلاقيها بتاخد وقت أي قضية، ومنها طبعا القضية السكانية. فهنا يعني إيه التحديات؟ إيه الصعوبات؟ هل دورنا كإعلاميين مثلا لازم نتناول القضية بصورة مختلفة؟ الدراما بما إنها مؤثرة، ما إحنا لازم ندور على كل حاجة مؤثرة وبتخاطب هذا الإنسان اللي إحنا بنتكلم عنه اللي هو السبب الأساسي في المشكلة. حقيقي يمكن القضية السكانية بمحاورها العديدة ومخاطرها الكثيرة، عندما نتحدث عن تحديات للقضية السكانية، لا هناك تحديات، إحدى التحديات اللي حضرتك تحدثتي عنها في البداية وهو التسرب من التعليم. إزاي نقدر نواجه ده؟ إزاي نقدر نعمل ده؟ إزاي كمان مخاطر كثرة الإنجاب، ويمكن ده اللي إحنا بنشوفه في الإعلانات، حتى بعض الإعلانات اللطيفة جدا اللي بتطلع وبتقول إن اللي عنده 5 ولاد غير اللي عنده 2، وده عايش حياة مستقرة، وده بنشوف ايه هي المزايا الخاصة بيه، ان الحياة السليمة او تنمية الأسرة المصرية، ودي كمان يمكن تنمية الأسرة المصرية او الأسرة السعيدة كما يقال عليها، اللي بتواجه هذه القضية وهذا الانفجار اللي ممكن قد يؤدي ببعض الموارد، لان خلي بال حضرتك احنا عندنا موارد محددة اصبحت على مستوى العالم كله محدودة. يعني لما بنتكلم على الموارد كنا بنتكلم عنها من 60 سنة، ودلوقتي لا، القصة اختلفت القصة، يعني قضية الموارد أصبحت قضية على مستوى العالم طبعا محدودة. خلي بال حضرتك يعني برضو عندما نتحدث عن الموارد خلينا نتكلم عن التغير المناخي. أيوة. وده برضو أحد المحاور الهامة جدا الموجودة في هذا المؤتمر تحديدا، وربطه أيضا بالقضية السكانية. هل إحنا في ظل التغيرات المناخية الحالية، هل إحنا حمل يبقى فيه زيادة سكانية أو ده؟ لا طبعا، يعني خلينا نقول إن في مواجهات الدولة بدأت تشتغل عليها، حتى كمان الأسر نفسها بدأت تستوعب، إن يعني بدأ يبقى لديهم الوعي دلوقتي. أي في الفترة الأخيرة، خلينا نتكلم في الأونة الأخيرة، أن الكثير من المتزوجين حديثا اللي هم بيتفقوا ان كفايه قوي ننجب طفلين عشان نعرف نواجه الحياه، عشان نعرف يبقى في نعرف نعيش حتى ولادنا حياه سويه، حياه سليمه، يشعروا بجوده الحياه. ايوه ده مهم جدا، وده التحديات طبعا الكتير قوي اللي مش عايزه حلقه، اعتقد محتاجه حاجات كتير ومحتاجه كلام كتير قوي للقضيه السكانيه، تفاصيل لا تنتهي، وهي مشكله كان بيواجهها دول كثيره وواجهتها بقوانين. أيوة. يعني هي اختصرت عدد السنوات والمجهود والكم الموارد التي تنفق من أجل حل هذه القضية الصعبة جدا، وأصدرت قوانين لدرجة أنها دلوقتي بتعاني من قلة عدد السكان. يعني حدث مع العكس. ده حقيقي فعلا، يعني بعض القوانين الرادعة، البعض طبعا لما بيجوا بيسجلوا أكتر من 2 للأسف هيجي بص هيلاقي عليه غرامات، هيلاقي عليه في تشريعات قد تكون مغلظة كمان بخلاف الغرامات. بعض الدول فعلا اتبعت دول، بعض الدول مش بتساعد أي أسرة بتنجب أكثر من 2، بالعكس بتعاقب كمان،
دعم، مالكش دعم غير في الطفلين بس، الطفل الثالث مالوش دعم، بتحرمه حتى كمان من الدعم. وده موجود في دول كتير بتتبعه، الدولة المصرية ما عملتش دوت، ولكن الدولة المصرية بتعزز، بتقول ان بتشتغل دايما على تنمية الأسرة المصرية، بتتكلم عن ازاي نقدر نوعي يعني يبقى في وعي بخطورة هذه القضية تحديدا، سواء كثرة الإنجاب، سواء كانت الموارد نفسها. يعني هل الأسرة اللي بتبقى داخلة حياة جديدة هل بتتحمل ان هي يبقى عندها 5 أفراد في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية العالمية كمان؟ في ظل الضغوط العالمية وليس فقط وما تمر بها المنطقة من صراعات وما إلى آخره من ظروف اقتصادية بيعاني منها العالم أجمع. في ظل كل هذه التحديات بنضع إيدينا دايما على حاجة مهمة جدا لمواجهة هذه القضية السكانية، سواء كان بالتوعية بهذه المخاطر، سواء كانت بالإيجابيات للمواجهة. يعني عايز أقول لحضرتك دايما بنطرح النموذجين، وده أعتقد دور الإعلام برضو في التوعية، وهو دايما حتى كمان كان عندنا الإعلام التوعوي بالقضية السكانية، وده كان ليه دور مهم في الأونة الأخيرة. أعتقد أصبح الناس عندها وعي أكتر بمخاطر القضية السكانية. ولما نقول وعي، إحنا ممكن بزيادة الوعي وتنمية الإنسان نحول هذه المشكلة الصعبة جدا لثروة بشرية، لفرق. يعني ممكن جدا حقيقة. ده بالعكس، احنا كمان عندنا ميزة مش موجودة في دول كثيرة جدا، ان معظم اعدادنا شباب حقيقة. فدي ممكن تحول لقوة بشرية هائلة لو أحسننا تعليمهم وتثقيفهم وصحتهم كانت كويسة. وده دور التدريب، يمكن لو حضرتك تسمحي لي برضو مهم جدا نتكلم في النقطة دي تحديدا، خاصة في ظل وجود عدد الشباب ليهم دور مهم جدا، وفي إطار تمكينهم سواء كانت مبادرات رئاسية، والشباب تقلدوا في الأونة الأخيرة كمان مناصب كويسة، أو ده في ظل كمان تمكين الشباب والمبادرات الجديدة، الشباب ليهم دور مهم جدا، هم قادة الغد، فليهم دور مهم في ده. التدريب والتثقيف مهم، التوعية بالمخاطر الخاصة بهذه القضية على كل الأصعدة برضو مهم جدا. حاجة برضو من الحاجات المهمة اللي مفروض نتكلم عنها هو إن القضية السكانية بما لها وما عليها، طبعا هي دايما بيكون ما عليها، هي يعني إمتى نقول ما عليها؟ عندما نتحدث عن فعلا استغلال هذه الثروة، سواء كان في ظل وجود الشباب الواعي اللي بيتم تدريبهم وتثقيفهم من قبل أجهزة الدولة يعني، وبرضو دور المجتمع المدني المهم جدا، وقطاع الخاص اللي أصبح شريك برضو في حاجات كثيرة وحاجات مهمة، وده اللي بنشوفه على الأرض. وما ينفعش بصراحة يعني في الحقيقة أنهي اللقاء من غير ما أقول أن الدولة عملت حاجة كويسة جدا للشباب اللي ما نالش قسط وافر من التعليم نتيجة ظروف أو عدم وعي الأسرة الكافي. بموضوع التدريب اللي حضرتك ذكرتي، أنها أصبحت بتتيح ليهم دورات تدريبية ولغات وكورسات والتعليم أونلاين دلوقتي، يعني أصبح بيدي أمل لقطاعات كبيرة جدا من الشباب اللي ملحقش نفسه أنه يقدر يلحق نفسه. مش شباب بس، بتكلم على فئات عمرية مختلفة. طالما عندي صحة ممكن أتعلم، ممكن أشتغل، ويبقى عندي طموح. أنا بشكر حضرتك، لأن يعني لقاءنا انتهى، معاده انتهى، فبشكر حضرتك دكتورة غادة حلمي، وبشكر مشاهدينا على متابعتنا ومتابعتهم لينا. بعد الفاصل بلتقي بيكم مرة أخرى أنا وحنان بديني. مشاهدينا الكرام، بنرجع مرة تانية ووصلنا لختام حلقتنا النهاردة. والحقيقة حلقتنا النهاردة كانت يعني الفقرات كلها مترابطة مع بعضها، طبعا كان أهم حاجة فيها هي صحة الإنسان المصري، وتحديدا طبعا المرأة المصرية. وطبعا ألقينا الضوء على المؤتمر الدولي للصحة والسكان، الحقيقة في نسخته الثانية، واللي ألقى الضوء على كل المبادرات الصحية اللي قدمتها الدولة المصرية الخاصة بالإنسان المصري والارتقاء بمستوى الخدمات اللي بتقدم للإنسان المصري. يعني بالتأكيد يا دعاء، فعلا كل فقراتنا كانت منظومة متكاملة كده. فعلا احنا فقراتنا بتكمل بعض، لأنك لما بتتكلمي عن ملف السكان والقضية السكانية كمان في يعني استحداث حاجة محدثة حصلت في مؤتمر السنة دي أو في نسخته الثانية، اللي هو ربطه بتنمية الإنسان،
تنمية الإنسان من أجل مستقبل مستدام. تنمية الإنسان دي ووعي الإنسان صحيح. ده حاجة مرتبطة بصورة مباشرة وأساسية بقضية الزيادة السكانية، لأن من غير الوعي وأن هو يدرك أن دي مشكلة كبيرة مش عليه بس، على الدولة وعلى أفراد المجتمع من حوله وعلى البلد نفسها على اقتصادها وعلى أي تنمية مرجوة في البلد، مش هيحصل تقدم فيها مهما عملنا مهما بذلنا من مجهود. صحيح صحيح. يعني يمكن من أهم التحديات اللي بتواجهنا يا دعاء في هذه المرحلة، إذا كنا بنتكلم عن تنمية وتقدم واستثمارات، فبالتأكيد في مشاكل كتير وفي تحديات بتواجه مصر، أهمها هي الزيادة السكانية. وفي طبعا يعني مجهودات كتيرة جدا قدمتها الدولة المصرية عشان تواجه المشكلة دي، ولكن لسه يمكن ما فيش نتائج مرجوة زي انت ما بتقولي، ولكن وعي المواطن المصري والإنسان المصري بأهمية المشكلة دي بالتأكيد هيكون ليه دور كبير جدا في حلها إن شاء الله. بشكرك يا حنان. شكرا ليكي. بشكر كل زملائنا ومشاهدينا على متابعتهم لينا، وبكرة إن شاء الله بتلتقوا بحلقة جديدة ومع طاقم برنامج جديد. شكرا ليكم وإلى اللقاء.